انطلقت منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة الكويتي 56 للموسم الرياضي 2021-2022 على صالة الاتحاد في مجمع سعد العبد الله، وجمعت المباريات الافتتاحية في البطولة كلا من نادي الجهراء مع العربي والتضامن مع برقان والكويت مع القادسية. وبدأت المباراة الافتتاحية بداية مميزة للبطولة التي قدم من خلالها فريقا الجهراء والعربي أداء رائعا، ولكن لاعبي العربي تمكنوا من حسم المباراة في الشوط الخامس بواقع 3-2، وفي المباراة الثانية فاز برقان على نظيره التضامن 3-0، وفي المباراة الثالثة فاز القادسية على نظيره الكويت بواقع 3-2.